السلام عليكم الاخوان، انتم كتلاحظوا احنا بالنسبه لهذا الموسم هذا اليوم 6 اغسطس 2020 اسبويا على استعداد باش تنتج في هذا الصبار وفي هذا الشيء. احنا اليوم ها انتم كنعانوا من هذه الحشره القرمزيه، لا اذن صاغيه، لا مسؤول، لا شي مسؤول، لا شي منتخب، لا شي واحد كيسول علينا. احنا كنعانوا، الثروه ديالنا الاقتصاديه غادي تمشي لينا. هانتوما حنا كنا كنصوروا واحد شويه د الفلوس ديال الاقتصاد باش كندوزوا به كنصرفوا على روسنا واحد المده ديال سنه. انا اليوم اصبحنا مهمشين، هانتوما راه كتشوفوا هانتوما الخاوي اللي حنا شدينا اليوم باش نعمروا شي لهاد الناس اللي جايين باش نعمروا الصناد. ما لقينا ما نديروا لهم هنا في هاد الصناد، جابوا لنا هاد الشيء معطوب. دابا واحد الرساله كنوصلها، واش حنا المصير ديالنا شنو هو؟ يعني انا مشى هاد الصبر هذا، حنا فين غادي نمشوا؟ هادشي راه كيربط بالمصير ديالنا، بالحياه، بالوقود ديالنا، وبالاقتصاد ديالنا، وبالثقافه ديالنا، وبالعرق ديالنا، وبكلشي. فتصبر لا مشى حتى حنا راه غادي نمشيو، هذاك ناري راه مشى راه حتى حنا غادي نمشيو بطبيعه الحال، غادي نهاجروا. كاين الفقر، كاين الهجره، كاين التشرد، كاين بزاف ديال المعاناه، ناهيك على بالنسبه للصحه ديالنا. دابا ولات الحشره القرمزيه كتهجم على الناس في الديور، عباد الله، الناس ولات كتعشى مع 6 ديال العشيه وكتسد على ديورها، ولاو كيعانوا، الدراري الصغار كيعانوا، كتعضهم. كيورم تسبب حساسيه الامراض يعني. الناس الكبار هادشي راه عيب، ولا اذن صاغيه. حنا راه بغينا غير على الاقل على الاقل على الاقل تكون شي اذن صاغيه، وكنتحدى هاد المسؤولين على حسب التتبع ديالي للتواصل الاجتماعي بانه كاين واحد اللقاء داروه في مدينه سيدي إفني مع العامل، ومن هذا المنبر كنتحدى انا عامل سيدي إفني ولا مكتب اللونصا ولا لونكا ولا الاستشاره الفلاحيه ولا حتى دوك الجمعيات، هذوك الجمعيات اللي كنلتزموا معاهم الاسترزاقيه، هذوك هما اللي كيخدموا لهم وكيقولوا بانه تم السيطره، يسوقوا تم بانه تم السيطره بانه معالجه، يسوقوا مغالطات وكيقولوا شي ارقام اللي هي خياليه. كيقولوا بانه تم معالجه 750 هكتار على صعيد تبع عمران. انا كنتحداهم يعطونا غير النموذج ديال واحد جوج هكتار ولا ثلاثه مداويين، كيمشيو كيتصوروا في الجنانات اللي ما مصابينش كاع، وكيمدوا كيديروا المحاضر ديالهم. اللهم انا هذا لا منكر، راه الناس غادي تصبر، واحد النهار غادي تخرج، واحد الناس غادي تطور هاد الناس هادو، هاد الناس راه غادي يعبروا على الروح ديالهم، على الراي ديالهم، على المصير ديالهم. راه الله يرحم الوالدين، حنا بغينا شي اذن صاغيه. حنا راه هاد الرساله كنوجهوها لاعلى سلطه في البلاد باش هاد الناس يجوا ويريحوا معنا اون طابل، يشوفوا شنو المصير ديال هاد الساكنه، الالاف ديال العائلات عباد الله، الهكتارات غادي يمشوا من هنا. يعني شنو هو، شنو غادي نديروا حنا؟ اش غادي نقولوا حنا؟ اونفان اش غادي نديروا؟ نخرجوا للشارع؟ نمشوا اش غادي نقولوا؟ المهم من هنا كنحمل المسؤوليه جميع الادارات المختصه، جميع المعنيين، الوزاره الوصيه، ولا لونصا ولا لونكا ولا وزير الداخليه ولا جميع المسؤولين ولا وزير الفلاحه، بانهم هما اللي تماطلوا في المهام ديالهم وتماطلوا في الواجب ديالهم المهني، ما اداوش يعني على كون وصلنا حنا لهاد الدرجه هادو. كون خدموا ما غاديش نوصلوا لهاد النتيجه. هي كنصور في واحد 30000 درهم، هو من الفوق حتى للفوق، غير واحد الجنان كنصوروا في 30000 درهم. فين هي هاد العام؟ ايوه، وكتجري على 20 عائله، خلي العائلات اللي عندنا هنا، ايوه الدار والعائله والخو، الجنان كيجري على 20 عائله، كلها كيدي شويه فيه باش يدوز العام ديالو. لا حول ولا قوة الا بالله، واحد النهار غادي نصبحوا مشردين مدمرين، ولكن انا كنحمل المسؤوليه اللي هما انه غادي يوصل، وصل السيل والذوبه، ولا بده واحد النهار غادي نخرجوا باش غادي نعبروا على الراي ديالنا وعلى موقفنا بكل صرامه وبكل قوه وبكل اراده. ان شاء الله حنا ساحه الميدان هي اللي غادي تفكنا مع هاد الناس. تحيه جميع الاحرار والمناضلين اللي في مغير على هاد البلاد، في حس على هاد البلاد. شكرا لك اخي على هاد الزياره ديالك وعلى هاد المؤازره ديالك اللي جيتي تطلع علينا تشبع علينا وتشوف حالتنا. نهار هاد الرفيق اجا دايز مسكين دابا وجبرنا هنايا، هو دابا كيعاني نيت حتى هو بحالنا، حتى هو راه فلاح بحالنا، وراه كنعرفو. ولا اله الا الله، لا اله الا الله محمد.